الفيلم ده موجة 18 سنة، يعني ايه؟ يعني بلس اي تي، يعني ايه؟ يعني لو في برعم من البرامج اللي لسه ما كملتش 18 سنة ياريت ما يتفرجش على الفيلم ده. انا فتاة عادية جدا ومحترمة وذوق وتستاهل الخير كله. ده بقى مستر جراي الخير كله، شاب طموح وناجح وعنده فلوس كتير وعربيات وحاجات كتير قوي قوي قوي، بس هو للأسف مريض بمرض بيصيب 1% بس من البشر. انا بقى بتدرس ادب انجليزي وبتشتغل في محل بعد الضهر. صاحبتها اللي هي صحفية والمفروض تروح تعمل لقاء مع مستر جراي تعبت شوية، فقالت لها روح انت اللقاء ده. المهم يعني ان هي فهمتها تعمل ايه مع مستر جراي في اللقاء، وانا وهي ماشيه كده قالت لها دونت وري ان شاء الله يا حبيبتي ايامك الجايه كلها احلى، وقامت بايسها كده. بتروح انا بقى لمستر جراي اللي هو اسمه كريستيان وبيكون ده الانطباع الاول. بيجي لها بقى مستر جراي جاري ويقول لها ما تقلقيش ده المربى خير وبيقومها. المهم يعني عشان انا مش صحفيه ومش بروفيشنال فما كانش معاها قلم، فمستر جراي جاب القلم كده واداهولها، وده كان اول قلم يديهولها. المهم سالته شويه الاسئله اللي كانت مكتوبه عندها، وكان من ضمنهم نفس السؤال اللي اتساله في الفيلم اللي فات، هو حضرتك بسكليتا؟ فالراجل اتصدم كده وقال لها برضه انا مش بسكليت، بس بتسالي ليه؟ قالت له لا ما تفهمنيش غلط، هو مكتوب عندي كده، بس يعني هتلاقيك عشان ما بتظهرش مع ستات في الصور فهي كتبت كده. الراجل بيمسك نفسه وبعد كده بيقول لها طب ما تكلميني عن نفسك شويه. المهم بيفضلوا يتكلموا شويه، والراجل كان مديها 10 دقايق لغى لها كل المواعيد وفضلوا يتكلموا لحد الصبح. بيخلص اللقاء والراجل بيوصلها لحد الاسانسير، واي اسانسير في الفيلم ده هتشوفه هتلاقيهم بينادوا على بعض، يعني بيقول لها انا بتقول له كريستيان كده يعني. بتروح على الشغل وبيجي لها مستر جراي فبتتخض كده، وانا شخصيا اتاخرت في الفيلم ده عشان الخضه دي مش عشان حاجه تانية، لان انا عندي شويه ذكريات سيئه كده مع موضوع الخضه دي. المهم قالت له ازاي اقدر اخدمك؟ فقال لها بصي بقى شويه شيكرتون على شويه احبله على شويه بلاستر اي حاجه عندك ممكن نربط بيها. استغربت انا شويه من الحاجات اللي هو اشتراها دي وقالت له انت هتعمل بيها ايه؟ فقال لها ما تقلقيش ده انا بعمل كامبينج. المهم بضع وهو ماشي قال لها صاحبتك مبسوطه من الحوار ولا ايه؟ فقالت له والله زي الفل بس احنا محتاجين شويه صور. قال لها بس كده؟ قام مطلع كارت ومديها الرقم وقال لها اني تايم. بيجيبوا فوتوغرافر معرفه كده عشان معهمش 3000 جنيه وبيعمل لهم السيشن اللي هم عايزينه. صاحبتها بتقول لها يخرب بيتك انت عملت للراجل ايه ده ما شالش عينه من عليك؟ قالت لها لا واللي ما تعرفوش بقى ان هو عازمني على قهوه بعد السيشن. انا عارف ان انت مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه بس حاولي ما تفرحيش قوي. بياخدوا القهوه بتاعتهم وانا بتقعد تتكلم عن نفسها شويه وبتقول له ان هي بتدرس ادب انجليزي وبيفهم ان هي رومانسيه وكده، فبيقرر ان هو مش الراجل المناسب بالنسبه لها، وده لانه لسه ما صرحهاش بحقيقه مرضه. ولكن بتفوت فتره وكريستيان تاني بيرجع يحكها وبيبعت لها الطبعات الاولى من كتب الادب اللي هي بتحبها واللي هي غاليه جدا. صاحبتها بتقول لها بقول لك ايه سيبك بقى من مستر جراي ده، احنا رايحين النهارده نخربها ومش عايزين نفكر في اي حاجه النهارده غير الخراب. المهم انا فعلا بتخربها وبتشرب كتير، وبعد كده بتتصل بمستر جراي وبتقول له انا مش هقدر اقبل الهديه بتاعتك دي. فمن صوتها فهم ان هي شاربه، فقال لها انت فين؟ فقالت له انا مش عارفه انا جيت الدنيا منين إيه. فقال لها طب خليكي مكانك وانا هجيب. بيروح لها فعلا مستر جراي وبياخدها بعد ما بيغمى عليها وبيوديها البيت عنده. بتفوق انا تاني يوم وبتلاقي نفسها من غير هدوم، فبتساله الهدوم بتاعتي فين؟ فقال لها انا اضطريت ان انا اغير لك عشان انت كنت مرجعه على نفسك وكده. فالسؤال البديهي اللي سالته قام بعد كده اللي هو طب وعملت ايه بعد ما شلت كل حاجه من عليا؟ فقال لها لا ما تقلقيش اللي في بالك ده مش صحيح، الشغل السوفت ده مش بتاعي. بعد كده بياخدها يروحها البيت وبتلاقي فعلا صاحبتها بقت ايامها احلى، وبعدين بيديها ميعاد تاني. الميعاد التاني ده بقى بيبقى مختلف شويه، يعني مستر جراي بياخدها في الهليكوبتر الشخصي بتاعه مع ان ما كانش فيه اختناق مروري ولا حاجه، وبعد كده بيوديها البيت بتاعه اللي هو طبعا ثراء فاحش زي ما انت شايف، ولكن اهم حاجه في الراجل شخصيته. فالراجل عشان هو محترم وابن ناس صرحها من اول جلسه بطبيعه مرضه وقال لها ان هو عنده داء كده من وهو صغير، والاطباء بيسموه داء السيطره. طبعا انا ما بتفهمش المرض قوي وما بيعجبهاش الموضوع اصلا، فبيروح لها جري تاني وبياخدها في مكان كده وبيبدا يكلمها عن طبيعه المرض ده ويوضحه. فهي سالته المرض ده ليه علاج؟ فقال لها ايوه المرض ده ليه علاج، عارفه جلسات الكهرباء؟ قالت له اه. قال لها طيب انا باخد جلسات سيطره زي جلسات الكهرباء كده. فسالته بقى المرض ده جالك منين؟ قال لها من صاحبه ماما وانا صغير اللي هي دي، هي في الجزء الثاني بس انا جبتها لكم يعني، يلا ربنا يشفيهم كلهم. بتوافق انا ان هي تعالجه، فهو بيفرح بالموضوع ده طبعا وبيعوضها بعد جلسات السيطره دي بفسح بقى وخروجات وطيارات وحاجات من دي. لحد ما في مره وفي جلسه من الجلسات انا بتقرر ان صحتها مش هتستحمل الكلام ده وبيبعدوا عن بعض، وبتمشي انا وهي زعلانه ودموعها على خدها، وبيقول لها وهي داخله على الاسانسير انا، فبتقول له كريستيان. وبيخلص الفيلم لحد هنا على اغنيه شيرين عبد الوهاب عنده داء السيطره واصل لحد الافتراء، هو ده العيب اللي فيه وده اللي هيجيبنا ورا. بنشكر طبعا الفنانه شيرين عبد الوهاب على تضامنها مع مصابين مرض السيطره. ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب على قناه اليوتيوب لو انت مش مشترك، وتعمل لي فولو على الانستجرام عشان ان شاء الله الفتره الجايه هننزل عليه لما نكبر الباقة بتاعتنا. واخيرا كل امنياتي بالشفاء والقوه لكل محاربين داء السيطره في كل مكان.